مع غوارديولا مباشرة بهذه الصورة. فرحان كثير طبعا رياض محرز والتقاؤه ببيب غوارديولا الذي قال أنه سعيد جدا بالتوقيع في مانشستر سيتي واللعب تحت إمرة هذا المدرب الكبير. بعد ذلك يأتي هذا التصريح. مع غوارديولا مباشرة بهذه الصورة. فرحان كثير طبعا رياض محرز والتقاؤه ببيب غوارديولا الذي قال أنه سعيد جدا بالتوقيع في مانشستر سيتي واللعب تحت إمرة هذا المدرب الكبير. بعد ذلك يأتي هذا التصريح.